أعزائنا المشاهدين عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل تابعوا فينا على قناتنا الوطنية الثانية. هذا هو موعدكم اليومي لنشرة الأخبار والثقافة، باش تكونوا حاضرين في أغلب التظاهرات الثقافية اللي تعيش على وقعها بلادنا. حصتنا لليلة بدات، مشاهدة طيب. شكرا لطوق الياسمين. بما أنه في طوق الياسمين نأمن لكم المواعيد اليومية والحصرية على هذيك، احنا اليوم حاضرين في دار الفن باش نحضروا مع بعضنا حفل ساهر للفنان التونسي حسين الدوس. خلينا نتابعوه من بعد نشوف. انتظم بدار الفن حفل فني ساهر بإمضاء حسين الدوس، كانت فرصة للجمهور لإعادة اكتشاف هذه الموهبة الواعدة مرة أخرى. يبرهن هذا الفنان الشاب على قدرته وتميزه بالغناء الأوبيرالي. والله ما فماش وصفة، هي فما خدمة، فما خدمة، واحد يتعب يلقى أبار، نقول أبار الموهبة أبار اللي واحد حقه، نقول اللي فما برشا خدمة، فما برشا، فما إكيبة زادة ورايا، مانيش وحدي نخدم، فما معايا أجونس نتاعي فوالا بخود كاملة، فما ديريكسيون، فما ناس تقوم صباح تبعث لي ميل، تبعث حاجات، تشوف لي سبونسور وتوسا، معناتها خدمة خدمة. بطبيعتي نحب نكون متميز في الحاجة اللي نعملها، ويظل أي إنسان، أي إنسان في الدنيا يجب يكون متميز على غيره، يعني أي حاجة تخلقها جديدة، أي أوفر، أي معناتها عمل فني تعمله يظل يلزم يكون مختلف على الآخرين. ما يلزمكش تتبع الناس باش تكون فنان، بالحق يلزمك تكون مختلف. هذاك الفرق ديجا ما بين فنان وإنسان عادي، هذه الأولى. الثانية ما فماش وصفة، صدقني فما إنسان سامبل، أنا إنسان ياسر بسيط، معناتها تشوفنيش توا فيست هكا ألفة قدم لها تحية على الفيست الباهي، أما أنا أباغ سا جو سوي، معناتها جو سوي سامبل، جو سوي كالكان دو سامبل، إنسان بسيط جدا اللي نعيشه في حياتي، هذاك اللي ناخذ منه نعملوا غنيات، نعملوا أفكار جدد، يعني وسختو من المجتمع التونسي، من التراث التونسي، من الحاجات اللي عشتهم في تونس. كلمة بسيطة عشتهم، وبالحق وكل غنيتي الكل معناتها عشتهم أنا، معناتها حاجات بالحق سي دي زيكسبيريونس عشتهم في حياتي، ممكن هذاك علاش مسوا الناس على الآخر. Oh.
الحفل كان بمشاركة مجموعة شابة هي الأخرى أظهرت قدراتها الصوتية. قبل كل شيء نشكر تويكو عزيز لابينيس جابونيز اللي ديما معايا في لي كونسير ونشكرها برشا تعبت معايا. اليوم أنا الانفيتي نتاعي هندة بن شعبان كيف كيف لي كوريست الناس اللي علمتهم اونتر غيمي ديما نقول سي مي كوليغ معناتها ما نحبش نقول علمتهم ما نحبش كلمه دونك الناس اللي معايا ان توكا هما اسمهم لي كوريست توا 18 ان شاء الله عجبوا الناس معناتها اليوم غنيو جو تروف فولي بالكدا سافا وكيف كيف عندي زاد دو زوز جروبات اخرين قاعد نخدم معاهم ان شاء الله الغاب نتاعي يكون عندي كور كبير معناتها انا يظل الميزه اللي عندي كي تقارنها مع مثلا فنانين من العالم اللي انا تونسي اولا ثانيا نغني اوبرا وثالثا نلحن بالتونسي وكلمه تونسيه يظل هذوما الثلاث حاجات المقومات البصمه نتاعي اللي يخليني ممكن نمشي لبعيد بها دونك اكيد باش نواصل اشتك حتى كي تبدا قدامي وما دابيا ما تغيبش على خيالي يا كبدي يا ولدي أرجع لي وعن قمك يا غالي حتى في نور أنا نحير عليك وماذا بيا تحكي علي بيك في صورك أنا سهرت عليك يكبر ولدي ونفرح بيك يا ولدي يا عزيز عليا يا ولدي يا نور عيني انا اللي دار الفن تعبيت اليوم معناتها انا نخدم على فوالا تجاو كبير وكومبلي اليوم بالعكس وتغششت برشا كيفاش معناتها ما نجمناش نستوعب معناتها طاقه الاستيعاب ما ترفعش ما يعد زاد الناس اللي جاتني اليوم قلت لهم ان شاء الله كل شهر نعملوا حفله في دار الفن اذا بالحق فرحه كبيره برشا لتوك شفايا فرحان على الاخر Mamma mia, si saltirà, fricche, mamma mia, si saltirà, fricche, mamma mia, si saltirà, la 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 لليلة فنية بامتياز وعلى هذيك خلينا نمشيو مع زميلنا حسني دبيش الفضاء أكروبوليوم غادي كصور لنا حفل فني ديو غارفي وبيتخوف خلينا نتفرجوا من بعد نرجع
مساهمة جمعية ميوزيكام الساعية إلى التعريف بالمواهب التونسية في الخارج في الميدان الموسيقي في برمجة عروض موسيقية في تونس، احتضن فضاء الأكروبوليوم بقرطاج عرض فني أحياه كل من عصام قرفي عازف الفلوت والبلغاري بيتروف عازف البيانو. موسيقى هادئة ومتناسقة أبدع في تقديمها الثنائي، فكانت الأجواء ممتعة. ميوزيكام هي جمعية تنظم عروض موسيقية تجيب الفنانين التوانسة لكن اللي عايشين بالخارج، مش كان هذا الفنانين الكل لكن اسانسيلمون الفنانين التوانسة اللي عايشين بالخارج. وعلاش خممنا في الفكرة هذية؟ باش تونس تكون تتمتع بولادها و والبالقيمة اللي باش يضيفوها، وهما زادا نتيحوا لهم الفرصة باش يجيوا ينفعوا بلادهم ويساهموا في الثقافة. كيفاش تم استدعاؤكم والاسوسياسيون كيفاش كان معناتها تدورها باش يجيوا تعرضوا في الأكروبوليوم؟ والله هذه فكرة هذه تبديت فيها مصيف اللي فات دونك الفكرة كانت باش نعملوا عرض كل شهرين، وبطبيعة الحال كل عرض يكون عنده محور. فالعرض الأولاني اللي عملناه في نوفمبر 24 نوفمبر كان متنوع، كان كيف نفس الديو اللي هو ديو غارفي يعزف على البيانو. دونك كنا بدينا ببروغرام كوكتيل نجم نقوله يعطي نجم نقوله ملخص لكل ما نقترحوه بالنسبة للعام كامل للسيزون تاعنا. اليوم عرض الابن عصام، كيفاش كانت ممارسته للموسيقى؟ في دمه الموسيقى ولا انت شجعته ولا كيفاش سي محمد؟ هو يظهر في دمه، وانا مش نقول شجعته، ما قمت بواجبي، انا لقيته هو مغروم حاولت باش نوفر له معناها دراسه صحيحه وتمكنه باش يلقى طريق ومكان في وسط الموسيقيين
مش في تونس خاطر ما عادش ما يزمناش نقعدوا نخموا يعني في تونس. أنا مش يلقى طريقه في العالم الموسيقي، خاطر الموسيقى ماشي موسيقى في أوروبا، الموسيقى بارتو في كل بقعة، والعازف الباهي والموسيقي الباهي يتعدى في كل بقعة. حسام تقدم في الآلة متاعو بحكم تجربته في الخارج، واليوم العرض مش يتناول مقطوعات من الريبرتوار العالمي الموسيقى العالمية. بما أني لقيت روحي في العائلة في وسط موسيقي، فسارت العملية بصفة طبيعية ونقى روحي وليت موسيقي. في الخارج كيفاش تعمل تمارس الموسيقى في فرنسا؟ تكويني كان في الخارج، بديت تعلمت هنا خاطر ما فهمش أسادة مختصة في الآلة هذي اللي نصف عليها في الترافيرسير، فتلزيت بعد بكالوريا باش نخرج لفرنسا وغادي فين تعلمت العازف ولا الآلة. علاقتك مع بيتروف من البلغاريا، كيفاش تقابلتوا، كيفاش عملتوا البروفة، كيفاش تعرفت عليه؟ والله تقابلنا بالصدفة على خاطر أنا نعرفه اللي هو فما فيعة من الأساتذة البلغار والرومان اللي جاءوا لتونس، وهو من ضمن هذه المجموعة اللي جاءوا عام 2006 ولا 5 والله ما ذكرش. مهم دونك نعرفوا اللي هو موجود في تونس، ولكن التعامل معه كان تم بصدفة عليه على خاطر كنت باش كان عندي حفل في مهرجان الأكتوبر الموسيقي في صفاقس، الأكتوبر الموسيقي في صفاقس، وكنت باش نعمله من العرض مع بيانيست آخر، ولكن في آخر وقت تلزيت على خاطر الآخر ما كانش باستطاعته، ففي آخر وقت لقيت تودور بيتروف. كيفاش برفت معه؟ ولا قال عطيته بروبوزيت عليه البروغرام وقت اللي باش نعزفه، قال لي كل شيء نعرفه، مشينا عملنا ريبيتيسيون، ومن وقتها ولينا من 2011 ولينا ديما كي مالتي وشريكو. عصام القرفي وبيتروف لهما الفضل، ها شفتوا عدد الناس، شفتوا الكراهب قدام الاكروبوليوم في هالليله البارده. اقبال موجود برك الله. الحمد لله. الحمد لله، هذا دليل على انه هالمجتمع هدايا مازال فيه الخير، مازال يحب على الاحسن على الافضل على الاعلى. اولاد القرفي الاثنين خطرا شادي وعصام وهو المايسترو محمد بوهم، محمد القرفي افروا بوهم معناتها تو سراجا. لا لا لا، هذيك انتقاص منهم، لا بوهم اثر عليهم في حب الموسيقى، لكن هما مشاو وتلمذوا على احسن مايستروات موجوده، راهم اولاد دمشق، راهو اولاد صبح الوادي رئيس الاوركسترا السيمفوني السوري اللي ما نعرفوش احنا في تونس، على خاطر ما نعرفوش حاجه كبيره على الاشياء الثقافيه العليا العربيه، نعرفوا كان شويه شويه لق وشويه كباري، اما صبح الوادي راهو كان
مايسترو الموسيقى السيمفونية العربية، وكل عام ينتظروه في لوس أنجلوس وينتظروه في كولومبيا. وأين موجودة الجالية السورية اللبنانية الكبيرة؟ قاعدين نعيشوا في عالم اللي بصراحة الإنسان بشكل مكتمل، الثقافة هي عنصر أساسي من تكوين الإنسان ومن سعادة الإنسان. وكتشوف التلاقح بين الحضارات، بين وين احنا وين عصام مش يعملوا ومع شكون مش يعملوا ومع شكون مش يعملوا، تقول يا ربي ولك الحمد. الجمعية مازلت كي تولدت مولود جديد، ومازلت ما بديتش تنشط بصفة رسمية، خاطر مازلت كي تولدت الجمعية هذه، فمدام هي مازلت مهيش تنشط بصفة رسمية، وعصام اللي هو عصام القرفي اللي هو فلوتيست تونسي عايش بالخارج وتكون في الخارج، قرر أنه يقوم بالعرض هذا، فقررت أنا بصفتي رئيس الجمعية هذه اللي هي مازلت كي تكونت باش نساهم في العرض هذا بتنظيم العرض هذا في نطاق الجمعية. وفي انتظار عروض أخرى مدام سلمى؟ بطبيعة الحال أول عرض رسمي للجمعية باش يكون في أول في أول أسبوع شهر ماي إن شاء الله في المسرح الوطني لمدينة تونس. نعرفهمش برشا، أما نعرف اللي فما واحد يعزف بيانو والآخر يعزف فليت ونعرف باش نعمل كونسير. فما ديو كارغارفي وبيتروف، واحد يعمل بيانو والاخر يعمل فلوت، وجيت خطر ريم سما ميغامي. وصلنا معاكم في الختام الى نهايه برنامجنا للاخبار الثقافيه واليوميه في توقع زميل. بقعد لي كان باش نقول لكم كان صباح الخير، ونتقابل معاكم في حلقه جديده. باي باي. شكرا شكرا لطوق ياسمين، وضحكت ساخره له، وظننت انك تعرفي معنى سوار الياسمين، ياتي به رجل